بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبناء وحبايبي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي ومتابعين الأفاضل من كل مكان، معكم حسام أبو أنس على قناتكم التعليم الجديد، ومع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. فضلا أمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة، واضغطوا إعجابا وتعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد، ومشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فالدال على الخير كفاعله. في صندوق الوصف تجدون روابط مهمة للصف الخامس الابتدائي، منها رابط كورس النحو الذي قدمناه على القناة لطلابنا ومتابعينا الأفاضل، ورابط قناتي الثقافية جيل المعرفة، ورابط دروس اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، ورابط جروب التليجرام الذي سنتابع عليه دروس الصف الخامس وتلقي أسئلتكم واستفساراتكم. أيضا ده آخر درس من دروس الموضوع الأول كاملا، فإن شاء الله هيكون في صندوق الوصف رابط اختبار على جميع دروس الموضوع الأول. تمام يا أبطال، يلا بينا نروح لدرسنا. يا ترى درسنا بعنوان إيه؟ مثل ما قلنا ده احنا في المحور الاول اكتشف ذاتي، الموضوع الاول، وده اخر درس في الدروس الموضوع الاول بعنوان عرفت قدراتي. درسنا بعنوان السيرة الذاتية، اول موضوع كتابة سردية معانا، وهو ايه؟ السيرة الذاتية. عايزين بقى نركز يا ابطال، ايه المطلوب مننا في السيرة الذاتية؟ المطلوب نعرف يعني ايه سيرة ذاتية، المطلوب نعرف خصائص السيرة الذاتية وعناصر السيرة الذاتية، ونقدر نستنتج ونستخرج العناصر من فقرة معطاة، وبعد كده نقدر نكتب سيرة ذاتية بنفسنا. وطبعا احنا عارفين أهمية الكتابة السردية كلها في منهج اللغة العربية، وبتأتي فيه الاختبار بكذا شكل. تمام يا حبايبي، يلا نشوف معانا ايه السيرة الذاتية، يا ترى معناها ايه؟ ركز معايا، هي نص أدبي يكتبها الكاتب عن نفسه ويذكر فيها معلومات وأحداثا في حياته ويستخدم فيها ضمير المتكلم أنا. تمام، يبقى السيرة الذاتية نص أدبي، يعني بيكتب بإيه؟ بأسلوب أدبي يكتبها الكاتب عن نفسه. عايزين نقف هنا بقى مع الجزئية دي. أخذنا في العام الماضي السيرة الغيرية، وهنا هناخد السيرة الذاتية، وقلنا الفرق بينهم السيرة الغيرية يكتبها الكاتب عن شخص آخر، أما السيرة الذاتية يكتبها الكاتب عن نفسه، ولذلك سوف يذكر فيها معلومات وأحداث في حياته، في حياته هو، ويستخدم فيها ضمير المتكلم أنا، لكن في السيرة الغيرية كان يستخدم ضمير إيه؟ ضمير الغائب هو أو هي. تمام؟ يلا نكمل نقول، هل كتب آخرون سيرتهم الذاتية؟ هل في علماء وكتاب كتبوا سيرتهم الذاتية ككتب؟ في كتير. عندنا مثلا الكاتب الكبير طه حسين كتب سيرته الذاتية، كانت بعنوان إيه؟ الأيام. عمل كتاب كبير جدا اسمه الأيام، قص فيه وكتب كل مراحل حياته. رقم 2 معانا كمان مين؟ الكاتب أحمد أمين كتب سيرته الذاتية في كتاب اسمه حياتي. رقم 3 مين يا ترى؟ الكاتب عباس العقاد كتب كتاب بعنوان أنا، سجل فيها سيرته الذاتية. رقم 4 عندنا الكاتب توفيق الحكيم كتب كتاب يوميات نائب في الأرياف. وأنت أيضا يا بطل بعد هذه الحلقة إن شاء الله ستكون كاتبا كبيرا وتكتب سيرتك الذاتية بنفسك. خصائص السيرة الذاتية، يعني خصائص، يعني مميزات السيرة الذاتية، إيه الأشياء اللي بتتميز بها ولا بد أن تكون موجودة في السيرة الذاتية. أنا مش هتكلم على العناصر، أنا هتكلم عن بعض الأشياء كده المهمة اللي لازم تكون موجودة في السيرة الذاتية. مثلا رقم 1 استخدام الضمير أنا، استخدام الضمير أنا. يبقى السيرة الذاتية بتتميز بإيه؟ بإن بيكون فيها الضمير أنا وليس هو وليس أنت. تمام؟ رقم 2 فيه إيه كمان؟ بطل السيرة الذاتية هو الكاتب نفسه. مين البطل؟
اللي بنتكلم عليه او السيره مكتوبه ليه، هو الكاتب نفسه هو اللي كتب. ثلاثه، سرد مواقف حقيقيه في حياته، يعني الموضوع مثلا ما بيكونش قابل للخيال، مش تخيل، لا، انت هتسرد مواقف حقيقيه في حياتك حدثت فعلا، سواء مواقف سعيده او مواقف صعبه كما نرى. رقم اربعه، سرد الاحداث بطريقه شيقه وجذابه، نسرد يعني نحكي الاحداث بطريقه شيقه وجذابه. يبقى خصائص السيره الذاتيه ايه؟ يلا مع بعض. واحد، استخدام الضمير انا. اثنين، بطل السيره الذاتيه، بطل السيره هو الكاتب نفسه. ثلاثه، سرد مواقف حقيقيه في حياته. اربعه، سرد الاحداث بطريقه شيقه وجذابه. تعالوا بقى نروح لعناصر السيره الذاتيه، وده اهم شيء عندنا في دروس الكتابه السرديه، انك تعرف العناصر. العناصر يا بطل هنقسمهم لاربعه بكل سهوله كده علشان نفهمهم. اول قطعه او اول فقره بعنوان من انا، تاني فقره بعنوان ايه؟ رحلتي الدراسيه، تالت فقره هتكون بعنوان ايه؟ يوم لا ينسى، رابع فقره والاخيره هتكون بعنوان حلمي في المستقبل. نقولهم تاني مع بعض. واحد، من أنا. اتنين، رحلتي الدراسية. تلاتة، يوم لا ينسى. أربعة، حلمي في المستقبل. طيب من أنا الفقرة دي إيه يا ترى المحتويات ومضمونها؟ هيكون موجود فيها إيه؟ هيكون فيها معلومات عنك أنت كبداية، مثلا هنجد اسمي، أكتب فيها اسمي، تمام، واكتب فيها ميلادي، الميلادي بقى المكان والتاريخ، ميلادي المكان الميلاد وتاريخ الميلاد والسن ايضا، يبقى الاسم وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد وايه والسن. طيب ايه كمان؟ نشأتي، يعني ممكن تقول لنا موقف حصل وفي صغرك، تمام كده. ايه كمان؟ اسرتي، هتكلم فيها عن مثلا افراد اسرتي، هل أنا وحيد والدي أو فيه إخوتي أو أنا أصغرهم أو أنا أكبرهم، تمام يا حبايبي. يبقى أول فقرة من أنا تشتمل وتضمن إيه؟ اسمي وميلادي، الميلاد بيكون في تاريخ الميلاد ومكان الميلاد والسن، نشأتي وأسرتي. رقم اتنين، الفقرة التانية هتكلم فيها عن رحلتي الدراسية أو الدراسة، عشان ممكن تلاقي كتب كاتبها لك إيه؟ الدراسة، الاتنين صح، برحلتي الدراسية أو الدراسة. هكتب فيها إيه؟ هكتب فيها أنت عندك مرحلتين، أنت لسه ما دخلتش المرحلة الإعدادية، يبقى أنا هكتب فيها الحضانة وأكتب فيها إيه كمان؟ الإبتدائية، تمام؟ هكتب فيها أنا رحت الحضانة مثلا وتفوقت، ورحت الإبتدائية وتفوقت، أو المواد اللي أنت كنت كويس فيها وشاطر فيها، المهارة اللي أنت كنت بتتميز بيها، وهكذا. رقم ثلاثة، يوم لا ينسى. يوم لا ينسى، واليوم اللي ينسى ده زي ما قلنا هيكون مثلا يوم سعيد او يكون يوم صعب، وارد جدا ان يكون في حياتك يوم صعب او يوم سعيد، ممكن تحكي الاثنين، ممكن تحكي واحد فيهم فقط، تمام. رقم اربعة، حلمي في المستقبل، او ممكن تقول العنصر حلمي فقط، تمام كده. ايه هو بقى حلمك في المستقبل؟ يعني مهنة او مشروع المستقبل اللي انت حابب تعمله، وهتعمل ايه لتصل لهذه المهنة او هذا المشروع في المستقبل. يبقى عناصر السيرة الذاتية من انا، رحلتي الدراسية، يوم لا ينسى، حلمي في المستقبل. ما تيجوا بقى يا حبايبي نتعرف على هذه العناصر اكتر مع نموذج مهم جدا من النماذج اللي عندنا. ده نموذج بعنوان يوم لا ينسى، هنقرأ النموذج ده وبعد كده نروح للأسئلة اللي عليه. أنا اسمي سمير، ولدت عام 2012 في قرية من قرى مصر، كان يوم ميلادي يوما مميزا، حيث كنت أول حفيد بالعائلتين، فكان في انتظار العمات والخالات وجدي وجدتي أيضا بعد أبي وأمي. أقام أبي وأمي وليمة كبيرة دعوا فيها الأقرباء والأصدقاء كلهم. حين تصفحت صوري في ذلك اليوم علمت أن أحبابي كثيرون. ذهبت إلى الحضانة ومن بعدها المدرسة، وقد كنت متفوقا وكرمتني المدرسة عدة مرات،
كنت يوميا بعد أداء واجباتي أذهب إلى الحقل لأساعد أبي في جمع المحصول ورعاية حيواناتنا. هناك يوم أتذكره جيدا وأنا عمري 6 سنوات، فقد ذهبت لجمع البيض لكنني نسيت الباب مفتوحا، فهربت الدجاجات والكتاكيت من الحظيرة مسرعة وهي تصيح منقنقة بصوت عالي، فسمع أفراد الأسرة الصوت فجاءوا مهرولين لمحاولة الإمساك بها، واستمرت المحاولات إلى غروب الشمس. كان يوما مبهجا حيث كثرت الضحكات في أثناء عملية الإمساك بها، لذا فقد كان يوما لا ينسى. من بعد ذلك اليوم تمنيت أن أصبح طبيبا بيطريا لأهتم بالحيوانات وأرعاها وأداويها، وأحلم ببناء مستشفى صغيرا للحيوانات بقريتنا لأرعى الحيوانات كلها، فهذا حلمي وسأعمل بجد واجتهاد لأحققه. رقم 1، من كاتب هذه السيرة الذاتية؟ مين هو اللي كتب هذه السيرة الذاتية؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. هنا بيقول ايه، اسمي سمير، يبقى كاتب السيرة هو سمير، كتبها عن نفسه. اختر عنوانا لكل فقرة من العناوين التالية: رحلتي الدراسية، حلمي في المستقبل، من انا، يوم لا ينسى. دي لو احنا واخدين بالنا يا حبايبي دي ايه، دي هي عناصر السيرة الذاتية. طيب ما تيجي نشوف اول فقرة، انا اسمي سمير، هنا الاسم والميلاد ومكان الميلاد وايه كمان والنشأة والاسرة، يبقى اللي فيها كل الحاجات دي ايه، رحلات الدراسية ولا حلم في المستقبل ولا من انا ولا يوم لا ينسى. تمام، من انا، من انا. طيب ذهبت الى الحضانة ومن بعدها المدرسة وقد كنت متفوقا، الى قوله في جمع المحصول ورعاية حيواناتنا، دي ايه، رحلتي، تمام، رحلات الدراسية بيتكلم عن دراسته. هناك يوما اتذكره جيدا وانا عمري 6 سنوات، هيبدأ بقى يتكلم عن ايه، عن يوم لا ينسى، يوم لا ينسى. طيب في النهاية، من بعد ذلك اليوم تمنيت ان اصبح طبيبا، حلم وامنية في المستقبل، يبقى ده عنصر ايه، حلمي في المستقبل. يبقى عندي من انا، رحلة المدرسية، يوم لا ينسى، حلم في المستقبل. رقم 3، في السيرة الذاتية يتحدث كاتبها بضمير المتكلم المخاطب الغائب. يتكلم بإيه؟ ضمير المتكلم. السيرة الذاتية تعرض أحداثا حقيقية خيالية، تعرض أحداثا إيه؟ حقيقية. اقرأ الفقرة الثالثة وأجب. الفقرة الثالثة اللي هي يوم، هناك يوم أتذكره جيدا. طيب بعد ما قرأناه حبيبي، وصف سمير الحدث وصفا دقيقا، حلله من خلال وصف ما رأيته. طيب عندي هنا ايه، اللي انا شفته رأيت وشاهدت. سمير قال ايه، حظيرة بابها مفتوح وأسرة تجري خلف الدجاج، وأسرة تجري خلف الدجاجات وايه، والكتاكيت. تمام، ما سمعته، تعالوا نشوف بقى كده ما سمعناه، من ما سمعه سمير فين يا ترى؟ نقنقت ايه، الدجاج والكتاكيت، وكمان بقولنا هنا وافراد الاسرة الصوت فين فين فين، بيقول كثرت الضحكات، يبقى ضحكات مين، الاسرة. يبقى انا كده سمعت او سمير سمع حاجتين، صياح الدجاج والكتاكيت او نقنقت الدجاج والكتاكيت، وكمان ايه، ضحكات الاسرة، نقنقت الدجاج والكتاكيت، وبعد كده عندنا والضحكات العالية بتاعت مين، الأسرة. ما شعرت به، ما شعرت به، اللي شعر به سمير في يوم لا ينسى، شعر بإيه، بالبهجة والسعادة. فين بيقول كان يوما مبهجا، مبهج يعني سعيد، يبقى أنا كده قلت البهجة والسعادة. اكتب المرادفات والتعبيرات التي أعجبتك ويمكنك استخدامها لاحقا. يعني يلا كده نشوف ايه هنا الحاجات، العبارات اللي انت ممكن تختارها وتكتب وانت بتكتب سيرة ذاتية لنفسك، ممكن تستفيد منها زي ايه مثلا. نبحث فيها كلها، نلاقي مثلا اول حفيد، كلمة اول حفيد، كلمة مهمة جدا، اول مرة مثلا تقابلنا ممكن نستخدمها، لو انت اول حفيد ممكن تقول اخر حفيد مثلا. تمام، طيب عندك ايه كمان، العمات والخالات،
العمات والخالات، لما تتكلم عن الأسرة ممكن تجيب فيها لفظ العمات والخالات أو الأعمام والأخوال، تمام. يلا كمان، يوم أتذكره، شوف الكلمة دي بيقول لك إيه، يوم أتذكره، ممكن العبارة دي تستخدمها أنت كمان لما تيجي تتكلم عن سيرتك الذاتية. ممكن إيه، مهرولين، كلمة جديدة علينا يعني مسرعين، مسرعين ده بيدل على الجري والحركة. يوم لا ينسى، تمام، يوم لا ينسى، ممكن تقول إيه، سأعمل بجد واجتهاد. يلا بقى يا أبطال، هنا نموذج تاني إحنا اللي هنحلله كلنا بنفسنا. أنا فراس، ولدت عام 2010 في حي عين شمس بالقاهرة، ونشأت وتربيت فيها، شعرت أمي بسعادة غامرة عند مولدي، فقد أنجبتني بعد 5 سنوات من زواجها، لذلك أقامت حفلا حضره الأقارب والأصدقاء والجيران. ذهبت إلى الحضانة مع ابن عمي بالشارع المجاور، وبعد ذلك إلى المدرسة، وقد كنت متفوقا جدا في اللغات وضعيفا في الرياضيات والعلوم، لذلك بذلت مجهودا أكبر حتى أصبحت جيدا فيهما. أنا أحب ممارسة الرياضة وقراءة الكتب. هناك يوم لا يغيب عن بالي أبدا ولا أستطيع نسيانه، كنت في الحديقة مع أسرتي نضحك ونقضي وقتا ممتعا، ولاحظنا رجلا يمسك عكازا ويمشي ببطء شديد ويبدو عليه التعب، وفجأة تكلم قائلا ساعدوني، ثم سقط على الأرض. شعرنا جميعا بالفزع، وكان بين زوار الحديقة طبيب، فجرى نحوه وقام بعمل بعض الإسعافات الأولية له، ففتح عينيه وجلس، ثم شكر الطبيب على إنقاذه. كنت فخورا جدا في هذه اللحظة بالطبيب. من بعد ذلك الموقف تمنيت أن أصبح طبيبا لأقدم يد المساعدة للناس وأنقذ المرضى، وسأعمل بجد لأحقق حلمي. تحليل عناصر السيرة الذاتية، من أنا؟ فين يا أبطال من أنا هنا؟ هنا بيتكلم من أنا، الفقرة الأولى، أنا فراس، تمام، ولدت عام 2010 في حي عين شمس بالقاهرة، إيه كمان، ونشأت وتربيت فيها، شعرت أمي بسعادة غامرة، إلى ما قال لنا إيه؟ الأصدقاء والجيران. طيب بعد كده رحلتي المدرسية، قلنا في رحلات المدرسية بنكتب فيها ايه، الحضانة، وايضا طريقه في ايه، او سيرته في المدرسة. يبقى هبدأ من اول ايه، ذهبت الى الحضانة مع ابن عمي، تمام، ايه كمان، بالشارع المجاور، دي الحضانة، بعد كده المدرسة، وبعد ذلك المدرسة، وقد كنت متفوقا جدا في اللغات وضعيفا في الرياضيات والعلوم، ولذلك بذلت مجهودا اكبر حتى اصبحت جيدا فيهما. أنا أحب ممارسة الرياضة وقراءة الكتب. يوم لا ينسى، يوم لا ينسى بقى فيه 3 عناصر، ما رأيت، ما سمعت، ما أشعر به. إيه اللي إحنا شفناه أو شافه فراس في يوم لا ينسى، أو هذا اليوم الذي بالنسبة له لا ينسى؟ رأى إيه؟ تمام، بيقول إيه؟ رجلا يمسك عكازا ويمشي ببطء ويبدو عليه التعب. ما سمعته؟ سمع ايه؟ يلا يا بطل كده، سمع صوت الرجل، كان في، سمع ايه الاول؟ ضحك الاسره، بيقول مع اسرتي نضحك ونقضي، ما الضحك ده صوت، لكن بعد كده حصل ايه؟ سمع صوت الرجل ساعدوني، لما تكلم وقال ساعدوني، صوت الرجل ساعدوني، ما اشعر به، شعر بايه؟ شعر، كان في البدايه كان يشعر بالسعاده والمتعه، ولكن بعد ذلك شعر بإيه؟ والأسرة جميعا بالفزع، بالفزع. بعد كده حلمي في المستقبل، بيقول إيه؟ تمنيت أن أصبح طبيبا لأقدم يد المساعدة للناس وأنقذ المرضى، وسأعمل بجد لأحقق حلمي. مفردات أعجبتني، يلا عبارات كده أعجبتك، دي خاصة بك أنت بقى، تقدر تقول مثلا كلمة إيه؟ كلمة غامرة، دي حاجة جميلة جدا، أول مرة تقابلنا، ممكن نقول إيه كمان؟ بذلت مجهودي، ممكن تستخدمها، بذلت مجهودا، ممكن تستخدمها أنت أيضا. ممكن تلاقي كمان يوم لا يغيب عن بالي أبدا، عبارة جميلة جدا، أنت أيضا تستطيع أن تستخدمها في سيرتك الذاتية. يلا يا حبايبي، هنكتب إحنا من خلال نموذج أعطاهولنا. من أنا؟ سليم.
من القاهرة 10 سنوات، الأسرة 5 أفراد، بنت كبيرة وأخ صغير، الأب طبيب والأم معلمة. طيب والعنصر الثاني؟ رحلات الدراسية. طب ما يلا نكتب العنصر الأول بعد كده نشوف العنصر الثاني. طيب احنا بقى هل هناخد الكلام كما هو مكتوب كده بالظبط ونرصه هنا؟ لا طبعا، لازم كده تدخل فيه عبارات تربط الكلام ببعضه، وتزود انت بقى حاجات من عندك، يديها اساسيات تبني عليها. زي مثلا كده لما انا اقول ايه، انا اسمي سليم، ما كانتش موجوده انا اسمي، تمام، لكن انا كتبتها عشان اربط الكلام ببعضه. انا اسمي سليم، اسكن في مدينه القاهره، وعمري 10 سنوات، واسرتي مكونه، مش موجوده كلمه واسرتي مكونه، انا جبتها من عندي علشان اربط الكلام. واسرتي مكونه من 5 افراد، ابي يعمل طبيبا، وامي معلمه، ولي أخت كبيرة وأخ صغير. ممكن أنت مثلا تقول إيه، ولي أخت كبيرة في الصف السادس الابتدائي، وأخ صغير في الصف الأول الابتدائي، وهكذا. تمام يا حبايبي؟ طيب ده أول عنصر. نروح لتاني عنصر اللي هو إيه، رحلات المدرسية. اتكلم عن الحضانة والمدرسة الابتدائية، واتكلم بقى عن يعني أي حاجة كده وأنت في المدرسة، كنت شاطر في إيه، كويس في إيه، أو ضعيف في إيه مثلا، أو إزاي ذاكرت. تعالوا نشوف هنا ايه، حضانة مدرسة ابتدائية، يحب تعلم اللغات ويتقن 3 لغات، يمارس رياضة التنس وفاز ببطولة الجمهورية. يلا سليم كده هيكتب عن نفسه ويقول ايه، وقلنا هنغير ونجيب كلمات ربط. التحقت بالحضانة في المنطقة التي اسكن بها، ثم المدرسة الابتدائية، تفوقت في المدرسة وخاصة في تعلم اللغات، واصبحت اتقن اللغة العربية والانجليزية والفرنسية، وأنا أحب ممارسة رياضة التنس وفزت ببطولة الجمهورية فيها. تمام؟ يلا العنصر الثالث إيه؟ يوم صعب. ها؟ اليوم الصعب إيه؟ عمره 9 سنوات. اليوم ده اللي هو صعب أو الفترة اللي مرت عليه كان عمره 9 سنوات. طب هو كان بيكتب بالسيرة الذاتية وعمره قد إيه؟ 10 سنوات، يعني في فرق سنة. مرض الأم بالكورونا، مكوث بالمستشفى 10 أيام، تحمل أعباء البيت وتقسيم المهام. يلا نشوف سليم هيقول ايه عن نفسه ويكتبها ازاي. اذكر انني مررت بايام صعبة العام الماضي، يبقى دي كده جملة تبدأ بيها، عندما كنت في 9 من عمري، فقد رأينا امي في حالة اعياء شديد، واخبرنا الطبيب انها مرضت بالكورونا، ولذلك مكثت بالمستشفى 10 ايام. شعرنا جميعا بالالم والحزن، انت لازم تكتب شعور، وكان علينا تحمل أعباء البيت وتقسيم المهام. يلا آخر حاجة، حلمي بيقول إيه؟ أن أكون مرشدا سياحيا لحبه اللغات والسفر، أو مترجما فوريا للقاءات والمؤتمرات. تمام؟ يلا نقول حلمي أن أصبح، أو أتمنى، ممكن تقول أتمنى أن أصبح مرشدا سياحيا لحب اللغات والسفر والتنقل ومعرفة أماكن كثيرة، أو مترجما فوريا للقاءات والمؤتمرات. ما تنساش أنت هتعمل إيه لتحقيق هذا الحلم، أوعى تنساها أبدا. وسأبذل كل جهدي لتحقيق هذا الحلم. لو لاحظنا يا حبايبي إن أنا دخلت تاني، هنقول تاني، لو لاحظنا إن أنا أدخلت ألفاظ وعبارات مش موجودة في النموذج اللي أعطاه، أو في العناصر اللي أعطاها لنا، لكن وضعناها ليه؟ لربط الكلام ببعضه. انتهينا يا حبايبي، نروح لواجب الحصة. واجب الحصة هو عايزك تكتب سيرة ذاتية لنفسك. اسمعني كويس يلا، علشان تكتب السيرة الذاتية بخط جميل في كراستك، عايزك تصورها وتبعتها على الجروب بتاعنا. تمام؟ الجروب هتجد اللينك بتاعه في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. ممكن تعمل المنظر اللي انت شايفه ده، ده تخطيط للسيرة الذاتية، مش هي السيرة الذاتية ومش هي دي اللي انا عايزها. احنا هنعمل ايه؟ ده مجرد تخطيط. خطط لنفسك كده الأول وشوف هتكتب ايه، وبعد كده خد الكلام ده وابدأ به سيرة ذاتية كاملة. يعني مثلا اسمي، اكتب اسمك. هنا ايه، مكان الميلاد، اتولدت فين، ومكان النشأة، المدينة اللي انت نشأت فيها وتربيت فيها. تمام؟ وعدد أفراد الأسرة. جميل، ده بالنسبة، خد بالك ان ده هيتكتب فين، في من أنا أول فقرة. يبقى عندك 3 اهو، مكان الميلاد ومكان النشأة وأفراد الأسرة، دول هيتكتبوا في أول فقرة. نروح لتاني فقرة وهي دراستي. عندك الدراسة هتكون في الحضانة، وبعد كده إيه؟ وبعد كده في الابتدائية،
ما تنساش انت متميز في ايه، متميز في ايه. تمام، دي تاني فقرة. تالت فقرة يوم لا ينسى، هكتب فيها مواقف صعبة او مواقف سعيدة. ممكن تكتفي بموقف صعب او ممكن تكتفي بموقف سعيد، او ممكن تجيب موقف من هنا وموقف من هنا، او مواقف ومواقف براحتك خالص. المهم تكمل حاجات من هنا وتاخدها وتعمل بها سيرة ذاتية. اخر فقرة هتعمل فيها ايه؟ كلمة حلمي، انت بتحلم وتتمنى ان تكون كذا او كذا. ممكن تكتفي بحلم واحد فقط، بس رجاء وفضلا ما تنساش في النهاية انت هتعمل ايه لتحقيق هذا الحلم. في النهاية يا حبايبي اسأل الله تعالى ان تكونوا استفدتم واستمتعتم بهذا الفيديو. ما تنسوش واجب الحصة هنبعته على جروب الاسئلة والواجبات. ما تنسوش ايضا اسفل الفيديو هتجدوا رابط الاختبار الالكتروني على الموضوع الاول كله. لا تنسوا ايضا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة، واضغطوا اعجابا وتعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد. لا تنسوا مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فالدال على الخير كفاعلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى ان التقي بكم دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.